متابعي قناة شاهد فيديو أسماء الخمليشي تتواجد مع مدربها الخاصة داخل الجيم بصور غير لائقة ومثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. تابعونا في التقرير لتشاهدوا باقي الصور والفيديوهات، وتابعونا ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. حيث قامت الفنانة المغربية أسماء الخمليشي على موقع التواصل الاجتماعي بنشر العديد من الصور داخل الجيم مع مدربها الخاص خلال الساعات القليلة الماضية، وللأسف وصفوها متابعيها بأنها صور فاضحة للفنانة المغربية. الصور لاقت هجوم واسع من قبل مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين بسبب ظهور الفنانة في وضع غير لائق مع مدربها الخاص. أسماء هي ممثلة مغربية من مواليد 18 يونيو سنة 1971 بمدينة طرجست المغربية. قامت بالعديد من الأفلام المغربية، أشهر فيلم الملح والسكر، إضافة إلى عدد من المسلسلات المختلفة. حيث قامت أسماء بالرد على من انتقدوها بنشر هذه الصور، وقالت إنها لم تنشر الصور بغرض الاستعراض، وأكدت إنها ليست هي من قامت بنشر الصور، حيث طلبت من صديقتها المقربة أن تنشر بعض الصور من تدريباتها، لتقوم الأخيرة باختيار تلك الصور التي اعتبرها الجمهور غير لائقة. وحققت الصور العديد من المشاهدات فور نشرها، حيث أبدى بعض المتابعين إعجابهم بها وبنشاطها، بينما تساءل الآخر عن فائدة هذه الفيديوهات التي تقوم أسماء بنشرها بين الحين والآخر. حيث أبرز الصور التي قامت بنشرها مؤخرا وهي تداعب ثعبانا ضخما فوق كتفها. أسماء رغم أن هي فنانة بسيطة لكنها غير معروفة في مصر وبعض الدول العربية الأخرى، ولكنها أصبحت الآن ترندا في مصر والسعودية. مش بس كده، بالصور اللي نشرتها في الجيم مع مدربها الخاص بتعتبر صورها هي الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي. أسماء تتميز بلياقة بدنية عالية، حيث إنها تبلغ عمها 48، ومع هذا فهي تتمتع بكامل رشاقتها وبخفتها وبتوازنها، لدرجة إنها بتقوم بأعمال يعني لا تتناسب مع سنها. أسماء في 2018 كانت محط أنظار الصحف المغربية، حيث أثارت الممثلة المغربية أسماء سخط متابعيها على موقع نشر الصور الانستجرام، حيث ظهرت بإحدى الشواطئ المكسيكية مرتدية ملابس للسباحة عبارة عن مايو غير لائق يكشف كثير من أنحاء جسدها، حيث انهال عليها متابعي حسابها بوافر من التعليقات المسيئة. مش بس كده، دعا بعض متابعي الممثلة التي طالما دخلت بيوت المغاربة عبر الشاشة التلفزيونية إلى احترام سنها والالتزام بأعراف وتقاليد المجتمع المغربي المحافظ. كمان أسماء من ضمن أشهر الفنانات المغربيات اللي بتأدي أدوار جريئة أو مثيرة للجدل على شاشات التلفزيون. صرحت أسماء قبل كده وقالت إن الخجل ظل يرافقني منذ الصغر، وأحمد الله إن الفن أنقذني منه. أتذكر إن طفولتي لم تمر عادية، بل كنت أتردد على المعهد الموسيقي وأنا في سن صغير، ليس بتشجيع من أسرتي بل كان بداخلي حب كبير للفن، إذ درست الموسيقى والمسرح والرقص وكنت ضمن فريق الجمباز. لما تمر طفولتي في الفراغ، بل كنت أملأ برنامجي اليومي بالدراسة والفن.
رغم أني كنت إنسانة خجولة جدا، إنما لحظة وقوفي على خشبة المسرح كنت أنسى هذا الخجل وأركز فقط على دوري أمام الجمهور. أتمنى من كل الأطفال أن يملأوا أوقاتهم بأشياء تفيدهم مستقبلا. مثلا في ألمانيا كل من يشتغل في المكاتب يمارس الرياضة والرقص أو الغناء، فممارسة أي هواية يدخل في طبيعته الحياة اليومية لهذا المجتمع. أسماء، مرة أحد المذيعين سألها إذا كانت عملت عملية تكبير لصدرها أم إنه مجرد إشاعة. قالت أسماء إنها لم تجرى أي عملية تجميل في صدرها، وعلقت أسماء على خبر أو هذا الخبر بتكبير صدرها هو مجرد إشاعة لا تستحق الرد عليها من قبلها، وأكدت في هذا الإطار إن أهم أولوياتها هي أعمالها الفنية، وإن الخوض في سجلاتها أو سجلات من هذا القبيل لا يعنيها على الإطلاق. وقالت أسماء إن هو من الضروري التغيير في الشكل والمظهر بطرق ووسائل أخرى غير عملية التجميل للحفاظ على الشكل الأنيق الذي يحبه الجمهور. أما عن مهرجان مراكش الماضي، فظهرت الفنانة أسماء على البساط الأحمر لمهرجان الفيلم في مراكش، واستغرب العديد من المتابعين حيث أطلت بقفطان مفتوح باللون الأزرق السماوي يكشف مفاتنها إلى حد كبير. وتوجهت إليها بعض الانتقادات والغضب اللاذع، واعتبرها بعضا منهم إنها تقلد لطيفة أحرار اللي سبق أن ظهرت بذات اللباس الفاضح والذي أثار غضب عدد كبير من المغاربة. ويعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقول على هذه الصور بكلمة حسبي الله ونعم الوكيل.